زيارة أنجيلا ميركل اليوم المجلس النواب الشعب، وإن ألقت كلمة عبر النواب المتواجدين بالجلسة عن إعجابهم بمحتوى خطاب ميركل والمواضيع اللي ترقت لهم خلاله. هو الخطاب ككل كان فيه عدة رسائل إيجابية، من بينها ونأكد أيضا على الدعم مثل الدعم الاقتصادي لتونس. نحب نشير إلى هذا الوفد المهم اللي رافقها، وهذه يعني يبين الأهمية القصوى اللي يعني قالتها للزيارة هذه، خاصة وأنه نعرف منذ أكثر من 50 سنة حتى رئيس وزراء ألماني ما زار تونس، ففيها يعني دلالات إيجابية جدا بالنسبة لتونس. ركزت كثيرا على التكوين المهني، على دعم المشاريع وعلى مؤسسة التبادل الاقتصادي. كما كان منتظر، اليوم الخطاب كان واضح، جاء على كل الأبعاد اللي كنا ننتظرها. اليوم البعد السياسي موجود، البعد الاجتماعي موجود، والمهم أيضا هو البعد الاقتصادي اللي كانت أكدت في إشارة كبيرة، سواء كان في الوفد المرافق للسيدة ميركل، هو أنه أكدت أنه جاءت مدجة بوفد رفيع المستوى في المجال الاقتصادي. بالنسبة لمسألة ترحيل اللاجئين، هي عبرت وقالت التوجه العام هو أن يكون الترحيل هذا توعي، وإن لزم الأمر وتعذر ولم يكن بالإمكان سيكون معناها باستعمال القوة إن لزم الأمر. نحن نعتبر أنه تونس والحكومة التونسية والسلطة التنفيذية التونسية عليها أن تناقش وتفاوض في هذه المسألة كما يجب، اعتبارا للسيادة الوطنية واعتبارا لأن تونس ما هيش معناها مصب للنفايات اللي عندها علاقة بالإرهاب واللي عندها علاقة بإمكانيات التخريب. القانون التونسي والقانون الدولي وكل القوانين صالحة لأن يتم معالجة هذا الأمر بأخذ باعتبار مصلحة الجميع، بمعنى وأنه المفاوضات اللي تأخذ باعتبار مصلحة ألمانيا كما كذلك مصلحة تونس.